بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب و
ذلك يوم الخلود. من خشي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من بسم الله الرحمن الرحيم سبح
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والسماء وما بناها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.